الإباحية ده شيء مرفوض، وبقولها بقوة بأعلى الصوت، واللي فيها بقول له يا ناس ابعد عنه يا ابن الناس، ده مرضها خطير قاتل ولعين، وضاع بسببه كتير من الناس. اسمع مني وانقذ نفسك قبل ما تمشي مشي بجسدك وتلطم منها وتندي بيامه، وفكرك يمشي كتير في ندامه، وبرضه هي سرحة بدمك وبسببه هينخف اسمك. اسمع مني وعالج نفسك حتى يزيل الأذى من جسدك، ابعد عنه انت وهي، ده هي مصيبة والله قوية، لعنة كبيرة دنيا وآخرة، وبلوى خطيرة داخل الأسرة. اسمعوا مني يا كل الناس، وامشوا بفكر بقى وإحساس، الإباحية لابد تموت ولا يبقى ليها أي وجود. ارضى بزوجتك وارضى بزوجك، خلي الدنيا بيكوا تكون في نقاء وطهارة يملى الكون. وانت يا شاب وانت يا شاب، زواجكم جاي وانتوا احبه، كونوا في طهارة اصل وعفة، ده الصبر منكوا هيبقى حضارة، حتى يجي يوم موعود هيبقى زفافكم فرح وجود. عايزين الدنيا في أحسن حاله، بالناس الناضجة مش بحساله، والإباحية نشر سفاله، مش عايزينه حاله، فاهمين؟ اصحوا معايا خليكوا واعيين، يا ناس يا أهلي يا محترمين.